اتصدق. اخصم عليك. علي انا؟ علي انا. بيض الله وجهك ابو مرع. والمركز الاخير مشروب فنجاله. عبد الرحمن العزيزي فليتفضل مشكورا. تفضل يا ابو داحف. صفقة ويا وحش ابو داحف. ايوه يا ابو داحف يا امه. طبعا عبد الرحمن العزيزي مجتهد بالنقاط. عبد الرحمن العزيزي هذه فرصته للانتقام من بسام بالعاشق وحصد المركز الاول. لا 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 بسام والعزيزي ومعجب في محك خطير جدا. معجب ترى تعبان يتعذر منك يعني ما يشوف شر يا رب. لكن السؤال الثاني يقول: ما هو مكان اصغر عظمه في جسد الانسان؟ في الانف، في القلب، في الاذن الوسطى، في العين، في المرفق، في الفك. والتايمر بدا معك ويا عزيزي انتبه لا اروح عليك المركز الاول بالمنعطف الاخير. ابدا التايمر معك يا ابو داحم. اكبر وش؟ التايمر معك. اكبر؟ اصغر اصغر. اصغر؟ اي اكبر اذنك لكن اصغر. شوف وش بعد. والله اني احط الاذن. الاذن الوسطى؟ اي يا اخي. يعني انت شيء كذا تهيض على طول تقوله. فالاذن. فالاذن؟ فالاذن. راح الله يسلمك. راح السؤال خطا. الاجابه خطا. وش؟ راح الاجابه خطا. اجابه خطا. سلمو. المبروك يا عبد الرحمن العزيز. اتفضل اتفضل يا ابو داحم. عطنا خصمك بيقول على من من المتسابقين، من المنافس الشرس لعبد الرحمن العزيز. مين يا منافس؟ ايش؟ وانا والله شوف انا معك مقدم ولا اراك شيء بعد. اعتقد ما اراك شيء؟ والله ما اراك شيء. والله انك جبان. خذ يا والله انك جبان. على المقدم. ها؟ خصم على المقدم. بيض الله وجهك يا داحم. يا جماعة الخير تصريح من هذا المنبر ومن فقرة الوراق. المركز الأخير مشروب فنجال قالها الله. المركز الأخير ناخذه. اللي بعده ونقول مرحبا يا مسفر الأكلبي. مسفر الأكلبي الله يبقيك. السلام عليكم. المركز الأخير فيه منا